الويند تربين 2 ميجا وات، اتس 2 ميجا وات ويند تربين. فبنيجي بنحرك هاي الاثنين. طبعا هذه ريل باور مش رياكتيف باور. انا ما بعرف قديش رياكتيف باور هو بيحتاج، بس هلا بنشوف. وباجي بقول هون الريتد سبيد تبعته 14 متر بير سكند. فلما سرعه الرياح تكون 14 متر بير سكند بيولد 2 ميجا وات اوف ريل باور. تمام، هذا اللي لازم يصير عندنا. والمفروض الفيتش انجل، شو بتتوقعوا الفيتش انجل تكون عند هاي اللحظه؟ صفر. انا مش مزنوق ولا عندي مشكله، انا واصل النقطه الممتازه. بس مش هو بدرجه السبيد بغير الانجل عشان يضل مثبت فوق. لما تطلع فوق الريتد سبيد بيبدا يشتغل. تمام، يعني لحد الريتد سبيد الامور تمام، ما في حاجه انا اخفف شيء. هلا اذا طلعت فوق ال 14 صارت 15، رح تبدا تشوف البيتش انجل بتزيد عن صفر. نجرب نشوف. هلا المفروض اذا عملنا رن، هلا لاحظوا انا بدي اعمل رن ل 50 ثانيه. ليش عندي جرأة اني اعمل رن على 50 ثانيه وما اخافش انه الموديل يطول؟ لاني حاطط هون فيزر. اوكي، لو حاطط هذا مستحيل ولا يمكن يقعد فتره طويله جدا. خلينا نجرب نعمل رن الان. هي شوف قديش السرعه اللي عم بعمل سيميليشن فيها، 26 32 40 46. هلا وين بدنا نروح؟ بدنا ناخذ ريدنجز من الموديل. وين الريدنجز من الموديل راح اخذها؟ هيها البي. شو بتطلع عندي البي؟ بتطلع ميجا وات ولا بير يونت؟ بير يونت. ليش لازم اضربها؟ 2 ميجا. من وين عرفت 2 ميجا وات؟ لانه انا عارف انه البيس يونت هي 2 ميجا وات. شوفوا شو عملت، الخط مش مبين عندكم، هي هون في خط تكمله. طيب ايش ضربت؟ انا ضارب ب 2.2، مش متاكد ليش 2.2، بس خلوها هلا 2.2. اوكي، بيطلع معي هون هي وات. قديش القيمه هون؟ 1.9. بعد ما ضربتها طلعت معي 1.975 تقريبا. قديش؟ 2. اوكي، اذا هذا صحيح. كيف طلعت؟ مش نضرب، مش احنا هاي واحد ضربناها في 2.2. هاي واحد. لا، البير يونت هون الرقم مش بالضبط، مش بالضبط. اوكي، بس تقريبا هذه 2 ميجا وات. اوكي، شو لازم تكون البيتش انجل؟ صفر. زيرو. طب من وين بدي اجيب البيتش انجل؟ من هون، مش هيك؟ كيف بختارها؟ شو بعمل يا حنبلي؟ بس سيلكتر، بعمل دبل كليك على بس سيلكتر وبختار بيتش انجل. والبيتش انجل طالعه معي اظن بالديكريز، اظن هي هاي. لا، اللي فوق. اللي فوق هاي بيتش انجل، هايها هون، هايها هون، هون، هون. قديش قيمتها؟ صفر. ايمتى بتوقع انها تبطل زيرو؟ تطلع. قديش نرفع سرعه الرياح؟ شغل بالله، احنا وقفنا الهات، شغل. شغال. تمام. هلا بدي اجي ارفع، من وين برفع سرعه الرياح؟ او خليني افرجيكم شغله قبل ما نكمل. هلا هذا اللي موجود هون هو الباور. خلينا نمحي هاي عشان تقدروا تشوفوها بشكل اوضح. وهذه طبعا 6 ثواني، من وين اجت الست ثواني؟ يكون مشتغل فيها كموتور. تمام، هاي بيشتغل فيها كموتور. شو صار بالباور؟ الباور كانت تقريبا هون تقريبا صفر اللي طالعه، وهون بدا يعطيني باور. عم بعطيني باور هون، حتى احنا حاطينها بوزيتيف هون مش نيجاتيف الباور، نعتبرها جنريتر. شو صار عندي بعد 6 ثواني؟ ايش اللي صار هون؟ مش المفروض العكس يصير؟ والله انا مش عارف، كانه السيتنجز احنا حاطين الكونفنشن معكوس. هو المفروض عادة انا بعتبره موتور، الموتور الموتور هو جنريتر. لا عفوا، انا اللي غلطان. الجنريتر شو وظيفته في الحياة؟ يعطيك باور. إذا لما يعطيني باور شو لازم تكون إشارة الباور؟ لا، لما يعطينا، لما يعمل الإشي اللي هو مفروض يعمله من الحياة، شو بتوقع إني أحط له الإشارة؟ إذا عمل إشي هو غريب ومش هو متوقع يعمله، شو بعملها؟ تصير نيجاتيف. الموتور لما شو وظيفته في الحياة؟ مش يعطيني ميكانيكال باور؟ لما يعطيني ميكانيكال باور بكون بوزيتيف. شو وظيفته في الحياة؟ ياخذ الكتريكال انرجي بكون بوزيتيف. أوكي؟ فيمكن أنا غلطت لما حكيتها بالأول، هيك صحيحة. شو اللي صاير هون؟ طيب انتم شايفينها مش هيك؟ خليني اعملها زوم. ايش هذا؟ في حد بعرف اذا انتم بتعرفوا او مر عليكم. هذا ريسبونس سكند اوردر سيستم عم بيعمل اوفر.
اللي ما اخذ منكم كنترول بيعرف الهاي، هذه سكند اوردر سيستم، بس يمكن فيكم ما اخذ كنترول بالانسترومنتيشن، اخذته بالانسترومنتيشن، هذا سكند اوردر سيستم اندر دامب ريسبونس، عم بيعمل اوفر شوت. اوكي، اذا مش مر عليك مش مشكله، بس هاي مثال عليها. مين اللي سبب هذا التغير الفجائي؟ تغير سرعه مين؟ الرياح فجاه. فلما تغيرت سرعه الرياح فجاه من هاي من القيمه اللي هي كانت تقريبا صفر، لانه هون موترنج عم بعمل، لهون بدا يصير عندي صارت الهاي. خلينا نطلع على اشاره هاي عشان نتاكد شو اللي صار هون. اوكي، بدنا نشوف الاشاره. هلا رح اعمل زوم على هاي عشان نشوف الاشاره. السؤال اللي ساله اسامه، انتوا المشكله مش رح تشوفوا الاكسس، بس هو هون الباور نيجاتيف. تقدر يعني بالتايم اكسس. ايه، اكبرها بالتايم. بالتايم اكسس. اوكي، هذه هون الباور نيجاتيف، هون هو لانه عم بيشتغل كموتور، بس هو متوقع منه يكون جنريت، بس قليل قليل جدا، لانه مش عم بيعمل شيء، عم بلف بس على الفاضي. بس هناك تحول، ايش صار؟ خلينا نشوف قديش كمية. احنا شفنا الكمية، الكمية اللي بيعملها جنريشن هون تقريبا مفروضها تكون 2 ميجا وات. هاي هون الرقم 1.95، واحنا شفناه هناك 1.95، بعمل سيتلينج عليها. اوكي، اذا هاي اللي موجودة هون. هلا كمان في عندنا البيتش انجل، اظن الثانية هي البيتش انجل، خلينا نشوف شو هي الثانية اللي هون. انا مدخل على الاسكوب اشارتين، الاشارة الثانية هي البيتش انجل، هيها شوفوا الفيتش انجل بس بتتغير لفترة بسيطة لما يصير تشد الرياح، هيها هون الفترة هاي، والبيتش انجل هون لفترة بسيطة بتوصل 0.7 بعدين ترجع لزيرو. يعني ولا ايش بس يعني ترانزيانت. بس امتى راح تبين البيتش انجل؟ لما ازيد قديش ازيد سرعة الرياح؟ 20 خلينا ناخذ 16. بس هاي سؤال. تفضل. التربين هو بيكون مثلا اكثر بيتش انجل كويسه هي الصفر عشان يتحرك. هلا الصفر راح يشتغل بالظروف الطبيعيه تبعه، عم بيستفيد من كل الرياح اللي جاي عليه. لما تكون صفر اللي هي هيك. لما تكون صفر يعني البليد بتكون هيك جاي. طبعا البليد، انت اذا انتم عارفين علي شو قصدي، البليد ما بتكون مسطحه، لها بروفايل. هذا البروفايل في ابداع بتصميمه، اللي بيصمم هذا البروفايل بده يعطيه هذا الشيب الخاص، بحيث انه يخفف الدراج المقاومه بهذا الاتجاه، بس يستفيد من الفورس اللي جاي عليه بهذا الاتجاه. هلا هاي البليد بتبدا تزيد، احسن وضعيه لها هي الزيرو. هلا لما يبدا يحس انه سرعه الرياح زادت عن الريتد، ما بده يولد اكثر من 2 ميجا وات، بتبدا الزاويه هاي تزيد فوق الصفر، 5 10 15، الماكسيمم فاليو مسموح لها هو 45. بتوصل مرحله اسمها فيذرنج. فيذرنج يعني من ايش كلمه فيذر؟ ريشه. خلص بتوصل مرحله الرياح اللي ضاربه عليها ما بتعمل اي تورك، ما لها اي اثر. فراح نغير هلا هاي من فاينل فاليو من 14 نعملها 16 ونشوف قديش الباور. خلينا نتذكر كمان الباور، الباور المفروض ما تزيد حسب باور الكيرف اللي كنت نعملها ليميتيشن. هي 16، فاحنا افتر 6 سكندز راح نتحول من 0 ل 16 ونعمل. هل الرياح بتتغير فجأة من 0 ل 16 فجأة؟ هذا مش موجود هيك في الواقع، تمام؟ احنا بس عم نبالغ هون حتى نشوف الأثر. فهي خلصت، هي تطلعوا الباور زادت شوي صغيرة. بس ايش اللي تغير؟ بدأ يتغير عندي هي البيتش انجل، قديش البيتش انجل؟ 3.5 أظن 3.5 في بوينت، هلا متأكد منها هناك، تمام؟ شو عملت؟ عشان ما تزيد، احنا هون هلا بالمنطقة هون ما بدي ازيد عن هذا الليمت، بدي اضل تقريبا 2 ميجا وات. فبدينا احنا هاي خساره طبعا، بس الخساره هاي ما بقدر استفيد منها، ولا بدي اصمم التيرباين يكون الريتد سبيد تبعته اعلى والباور تبعته اعلى. فشو عملنا هون؟ عملنا زي كابنج. هو لو انه كمل وين كان بروح؟ مضبوط؟ بصير 3 ميجا وات، 4 ميجا وات، 5 ميجا وات، بس هو مش مصمم، كان مكلف جدا لو بدي اشتريه. فخلينا نرد ناخذ زاويه ثانيه، فبسجله عندكم، حد يسجل. سجل البيتش انجل 3.5 على 16 متر بالثانية. قديش المفروض تكون ما بين الكاتن سبيد والريتد سبيد طول الفترة هاي؟ قديش كان المفروض تكون البيتش انجل؟ بين الصفر وال 45. لا هون لا صفر صفر، كله راح يظلها صفر هون. وصلنا هون صفر،
بعد هاي راح تبدا تزيدها للبيتش انجل زي البيتش انجل 3.5 degrees. هلا في شغله ثانيه بدنا نطلع عليها رياكتيف باور. الرياكتيف باور راح تضلها تقريبا نفس القيمه، راح تضلها اشارتها نفس الشيء، راح يضل يستهلك رياكتيف باور. هو جنريتر، كجنريتر وايش وظيفته في الحياه يعمل؟ يولد باور. هو عم يستهلك رياكتيف باور من ماينس 9 من هون. من مين باخذهم؟ من كاباستر بانك. لكن هي سؤال مهم، هل الكاباستر بانك كان راح يعطيني رياكتيف باور لو ما فيش جريد؟ لا. الكاباسترز ما بخلق رياكتيف باور، بس هو بوجود الجريد بزودني برياكتيف باور بالضبط. فالمفروض هاي الرياكتيف باور معظمها من وين جاي؟ مش من الجريد على فكره منهم. بس لولا وجود الجريد ما كان بيصير. بضل يستهلكها هاي بضل يستهلكها باستمرار يعني سواء كان جنريتر او موتور. يعني مش بس انه اول ما يشتغل. لا بضل باستمرار. هي هاي على فكره شو هي؟ هاي الاكسيتيشن، الماجنتيك اكسيتيشن اللي بدها تصير بداخله عشان يولد. لو فيش جريد هذا ما بيقدر يعمل اي شيء، بلف على الفاضي. اوكي؟ بس وجود جريد استطاع انه ياخذ رياكتيف باور ويولد. بنطلع ناخذ 18 متر بير سكند عشان تسجل الفاليو الجديد. اذا احنا كنا على 14 0 على 16 3.5، نشوف على 18 هي لاحظوا الباور ما تغيرت تقريبا بالساعه قديش؟ تقريبا 2 ميجا وات تقريبا. قديش صارت البيتش انجل؟ 10 10.9. قديش احنا صرنا؟ 18. هلا على فكره رح نعرف الكت اوت سبيد، لانه رح يضل ازيد شوي شوي لحد ما الاقي الكت اوت سبيد. قديش رح تصير الباور وكل شيء عند الكت اوت سبيد؟ صفر. ناخذ 20. هي 20 متر بير سكند. نفس الشيء بدنا نتاكد دائما انه احنا استنى على الفيزر منهم. بس انت ممكن هاي تفرجيني اياها بس ما الفيزر. هلا بفرجيك كيف تجيبها. هي قديش صارت الانجل؟ 16، صرنا 16. ولاحظوا هون اذا بنطلع على السكوب رح نلاقيها راحت على 16 وظلت هلا على 16. هلا بعرف اذا شايفين هاي البيتش انجل، شوفوا وين طلعت. طلعت زيادة شوي بالأول، وصلت هون 23 عشان البي اي، عشان الترانزيت، في ترانزيت لسه، أو عشان البي اي كنترولر. بعدين نزلت، هلا استقرت هون على الفاليو اللي شفناه اللي هو حوالي 16 تقريبا 16 ديجري، وظلت على 16. خلص استقرت الأمور على 16. الباور هي تغير، التغير هذا اللي عم بتشوفوه مين اللي عم بيشتغل في الخلفية؟ عم بيحاول يظبط الأمور الكنترولر، البي اي كنترولر. البي اي كنترولر عم بغير الامور بحاول يستقل. تبعت البيتش. تبعت البيتش انجل، نعم صحيح، اللي كانت البارامترز تبعتها كي بي 5 وكي اي 25، نعم. هي استقرت، هلا لازم يوصل مرحله عندنا يطفي السيستم. خلينا نجرب نشوف قديش احنا وصلنا، هذه على 20، 20 صارت 16. 25. خلينا ناخذ 22، انا لاني عارف الرقم تقريبا، راح اخذ 22. على اظن السيستم طفى. شوفوا البيتش انجل صارت زيرو والباور صارت نيجاتيف وما لهاش معنى، صارت شيء رقم صغير بس نيجاتيف ما لهوش معنى، كانه رجع موتور او شيء. خلينا نشوف السرعه الجنريتر سبيد. شوفوا قديش الجنريتر، قديش كانت الجنريتر سبيد بالاول احنا ما انتبهنا عليها، كانت 1200. قديش صارت؟ 3000. شو يعني 3000 صارت سرعه الجنريتر 3000؟ طبعا المفروض البريكنج سيستم دخل ووقف السيستم، هذا السيستم اوت اوف كنترول الان. شو يعني 3000؟ الجنريتر عم يرفع 3000، معناته انا فقدت السيطرة على السيستم الان، فقدت السيطرة عليه تماما، مش قادر اتحكم فيه. الجنريتر وصل 3000 ار بي ام راح ينكسر. اوكي؟ فالمفروض طبعا احنا لو في سيستم حطيته شو راح يعمل؟ خلص الفيرلر وبعدين البريكنج سيستم راح يمسكه احميه من الكسر. هذا هون في وضع خطر من هذا، هي 3092 ار بي ام، هذا سرعته المفروض ما تزيد عن 1205 ار بي ام. مش لازم لا هو السيستم خلص فقد السيطرة تماما. يعني احنا فاحنا اكيد وصلنا الكت اوت.
السيستم ما عمل كات اوت زي ما انا بتوقع في السيستم الحقيقي، بس هو طفى خلص يعني ما السيستم مش شغال مزبوط. فبدنا نفتش الان على اعلى سرعه رياح بتعطيني هذا. ايش نجرب؟ نجرب 21. احنا كنا 20 مش هيك؟ خلينا نجرب 21، بعدين نجرب 21.5 اذا ضبط معنا. ولسه احنا ما فحصناش الكات ان سبيد. يبدو السيستم برضه كمان فشل، هيو 2948. فراح اترك هاي وراح نروح على 20.5. عشرين ونص متر بير سكند، ان شاء الله يضلل هذا. هلا ببين معنا هون هي 1000، لا برضه كمان زادت السرعه، فبرضه 20 اتس اوت اوف كنترول. يبدو انه حوالين ال 20 هي الكاتن سبيد. نجرب بينهم، نجرب 20.1. هذا الموتور او اللي هو الجنريتر هو اللي هسه لهم كلهم بيكون لازم 1205 RPM. هلا راح احكي لكم ال 1200 رقم مهم اسمه السينكرونس سبيد، هو رقم حرج. ايش يعني لما بقول شيء حرج في اللغه؟ لما بقول حرج، لما بقول لا سمح الله فلان في المستشفى حالته حرجه، شو يعني؟ يعني ممكن يروح للجهه هاي او ممكن يروح للجهه هاي، مش هيك؟ هون كريتيكال الرقم 1200 كريتيكال. 1200 هو الفرق ما بين الموتور والجنريتر. إذا كان أقل من 1200 فهو موتور، هلا نفرجيكم إياه. وإذا كان أكثر من 1200 بتحول لجنريتر. ال 1200 نفسها هو لا موتور ولا جنريتر. وهي ال 1200 إلها مصدر، لما تاخذوا الماشينز الإلكتريك ماشينز بتشوفوا من عدد. بس أنت في برضه بين لازم 1200 وكمان شيء معين بيشتغل كجنريتر أكثر من هيك، حكيت لازم 100%. صحيح صحيح. لما تدرس سبيد تورك كيرف تبع الإندكشن ماشينز، هاي هون سرعة الإندكشن ماشين إن آر بي إم، هذا التورك تبع المشين. في عنده نقطة حرجة اللي هي السينكرون سبيد، تحتها سبيد تورك، هاي سبيد تبع الموتور سبيد. بس في السرعة هاي لحد 1200 بيكون بيشتغل كموتور وبعطيني هذا التورك البوزيتيف، بعدها بصير جنريتر. لكن في كمان نقطة حرجة ثانية هون، إذا ما قدر يتحكم وأخليه ضمن الرينج هذا أنا خسرته خلص. هذه اسمها ران أواي، هاي اللي أنت بتحكي عنها. في هون كريتيكال بوينت بعد ال 1200، اذا انا ما قدرت اتحكم في هذا التيربان واخلي الجنريتر واخلي سرعته ضمن هذا الرينج، هون هذا انستيبل. شو يعني سيستم انستيبل؟ انا فقدت السيطره عليه وسرعته راحت. بس بتكون بالداتا شيت تبعته صح؟ موجود طبعا، طلع كل تفاصيل هذا، اذا هذا ضل معنا وقت بنحكي عنها بتفصيل اكثر. هاي اسمها ران اواي. ران اواي ايش يعني ران اواي؟ خلص راح السيستم، راح مني السيستم، خسرته. احنا لسه هون ان كنترول، هي 1205 فهو جنريتر. ايش بعرف انه جنريتر؟ لانه اكثر من 1200. بقديش كم ار بي ام؟ 5. محدود الرينج بهذا رينج السبيد اللي بقدر. الدي اف اي جي اللي راح نحكي عنه بكره بيسمح لي برينج اوسع، بيوسع هاي المنطقه اللي موجوده هون. فانا هون 1205، هاي لساني 2، لسه الامور كويسه 20.1. فاحتمال الريتد سبيد الكات اوت سبيد قديش بدها تكون تقريبا لو انت بدك تحطها؟ تقريبا هون 20، تقريبا 20، هي اكثر شوي من 20، بس تقريبا الكت اوت سبيد هون 20 متر بير سكند. شو لازم نفتش؟ خلينا نفتش على الكاتين سبيد. نفتش على الكاتين سبيد شو بدنا نعمل بالسرعه؟ بننزلها. خلينا قديش نبدا؟ نبدا بخمسه. مش احنا بنحدد الكاتين سبيد من نفس السبيسيفيكيشنز؟ بس انا هون ما بعرف كيف اغيرها، فانا بدي افتش عليها ولايها. انا ما عندي فكره كيف اغيرها هون بهذا البودل. تمام. ريتد سبيد ال 14 هي ايش عملت كونتريبيوت لايش بالضبط؟ الريتد سبيد هي عندها ولدت الريتد باور، مش هي نفسها هي النقطة اللي حاطين عليها دائرة؟ النقطة اللي عليها دائرة صحيح. نعم صحيح. انا هون تحكمت. نعم انا بدي اشوف اللي تحتها. تمام كات ان. انا حطيت خمسة الان، خلينا نشوف الخمسة. فخمسة بعد 6 ثواني راح تتغير السرعة من 0 ل 5. هلا ايش المعيار؟ ايش تتوقعوا المعيار اللي راح يقول لي انه انا تحولت من الموتور للجنريتر؟ شغلتين، ممكن السبيد السالب تبع. شوف السبيد قديش يا اسامه؟ 1199. هيك لساته موتور. والباور، الباور هون الريل باور سالب 2 سالب، فهي عم تشتغل كموتور لانه هي جنريتر المفروض تولد باور. طيب
هي هلا طبعا تستهلك قديش عم تاخذ من الجريد على فكره قوي؟ 20 كيلو 260 كيلو وات مضبوط 260 كيلو وات ولا 20 مضروب ب 1000 بدك تضرب ب 1000 مش هيك لا عفوا 5 مضبوط 26 كيلو وات مضبوط بس ضفنا صفرين لا 262 كيلو وات عم بيستهلك هو من الجريد 262 كيلو وات مضبوط لان بدي اضرب ب 5 حتى تصير بلس 3 بدي اضيف صفرين الصفرين بضيفهم بصير 262 فحاليا هذا الجهاز عم بيشتغل كموتور عم بلف عم بيستهلك من الجريد 262 كيلو وات لانه سالب بالضبط وعم بيستهلك كمان رياكتيف باور عم بيستهلك قديش 334 كيلو فار تمام واضحه هاي النقطه هيو طلعوا هون وسالب سالب هو جنريتر سالب سالب معناها عم بيستهلك باور عم بيستهلك رياكتيف باور بس قديش هو دائما سالب بالضوء صح صحيح صحيح فهاي مش معيار مش معيار بس هي صغيره على فكره بس هاي هي المعيار المعيار هون انه هذه نيجاتيف معناها ايش الجنريتر عم بيشتغل كموتور وهاي السرعه 1199 ار بي ام اقل من السينكرونس سبيد اللي هي 1200 ار بي ام اذا الكاتن سبيد لازم تكون اكثر من ايش 1200 اكثر من 5 اللي حطيناها احنا حطينا 5 متر بير ثانيه قديش نروح سكن هاي 6 متر بير ثانيه نجرب 6 سرعة الرياح نعم عند step شايف step function wind speed step قديش بتطلع ايش القيمة اللي بتطلع لها بعد 6 ثواني هاي لسه الباور نيجاتيف والسرعة لسه فمعناها انا عملت رن مش هيك طيب نجرب 7 هاي 7 ونعمل رن لسه 1199 ولسه نيجاتيف نجرب 8 بس كثير عالي خلص هو هذا الموديل يمكن لانه احنا حطينا 14 اخذ هو شيء من 14 انا ما بعرف كيف الموديل يعني في تصميمه الداخلي كيف بحط الهاي انا بستعمله استعمال ما يعني ما عندي خلفيه كافيه اقدر اقول لك الهاي هلا هاي صارت 1200 هاي صارت هلا 653 لا صارت 65 فعم بقل كمية الباور اللي بسحبها من السيستم مزبوط فيبدو انه احنا قربنا من الهاي خلينا ناخد 9 هاي 9 متر بير سكند هاي جنريتر 1200 هاي باور صارت بوزيتيف وان كانت صغيرة قديش كمية الباور اللي عم بعطيني اياها الان 151 كيلو وات قديش هو قديش هاي بير يونت على فكره بدي اقسم على 2000 مزبوط 0.05 مزبوط 0.151 على 2 مش هيك قديش هاي بير يونت تحسبها 0.3 تقريبا بير يونت مزبوط لا اقل حتى 0.075 بير يونت رقم صغير يعني انا شاري وينتر باين 2 ميجا وات مش عم بعطيني الان غير قديش 151 كيلو وات ايش السبب؟ للاسف الرياح قليلة اوكي؟ 9 وقديش انا بدي اياها تكون؟ 14 هلا لو بدينا نزيد شوي مثلا خلينا نحاول ناخذ بين ال 9 وال 14 ناخذ 11 لاحظوا الرياكتيف باور ظلت تقريبا نفسها ظلت نيجاتيف طبعا وظلت تقريبا القيمة نفسها خلينا ناخذ بدل 9 ناخذ 11 ونشوف قديش الباور اللي منتجها وقديش السرعة؟ لاحظوا السرعة لساها 1200 هلا بس نعمل رن هي زدنا من 151 زدنا لحوالي 700 تقريبا 700 كيلو وات طبعا البيتش انجل لسه زيرو مظبوط مش هيك؟ ايش السرعة؟ السرعة 1202 نزيد كمان هلا خلينا ناخذ بين 11 و 14 ناخذ 13 لما كانت 14 قديش كانت السرعه؟ 14 كانت السرعه 1205 فهو على فكره عم بيشتغل هون هذا الريجن ستيبل كجنريتر كل جنريتر لازم يشتغل بهذا الريجن ما بصيرش اخليه يوصل هاي النقطه اذا وصل هاي النقطه انا فقدت السيطره عليه اوكي فلازم كجنريتر يشتغل بالمنطقه هاي ما بصير يوصل للرن اوي بوينت
لما كان يصير عندنا سرعة الرياح تزيد فوق 20 متر بير سكند كنت أخسره ويطلع في الرنوي. هلا خلينا نشوف 13 مفروض نوصل تقريبا نقترب من 1.5 ميجا وات. هاي السرعة 1204 والباور هيها فعلا الباور تقريبا 1.5 اوكي. فهلا هون صار بامكاننا نرسم هذا الكيرف. فبامكانك انت في الاساينمنت ترسم هذا الكيرف كامل بتفتش على الكاتين بوينت. قديش طلعت معنا؟ بين 6 و 9 اكثر بين 8 و 9 تقريبا هي هون 8 الى 9 تقريبا كانت. لو معي وقت اكثر كان فتشنا بالضبط الرقم. والبيتش انجل قديش وصلت معنا البيتش انجل؟ هاي كانت 20 هاي 14 البيتش انجل شو وصلت؟ 16.5 تقريبا 16 ديجري. وهون طبعا كانت 0 ديجري البيتش انجل. الرياكتيف باور ظلت تقريبا معظم الوقت. هلا زاد هون اختلفت شوي الرياكتيف باور نزلت. بس لو وصلت هذا الرقم رح توصل عندي الرياكتيف باور هون حوالي اظن 3.3 ولا 330 كيلو فار. والباور عم بولد تقريبا 2 ميجا وات هون عم بتروح للشبكه. تمام نعم. هلا كباسيتي اللي حاطينهم هون باور فاكتور كوركشن ولا شيء؟ لا احنا ما بنسميه هون باور فاكتور. هو بيشبه الباور فاكتور كوركشن. لو بدي احكي بلغه الباور فاكتور كوركشن في تشابه. بس احنا هون بلغه الباور شو بنقول؟ ايش عم بيعملوا جنريشن هذول؟ لكيلو فارز. عم بعطوني كيلو فارز او كيو. هذا عم بيستهلك الكيلو فارز. اوكي؟ لانه لو هذول الكباسترز مش موجودين وين راح يجي الكيلو فارز؟ من الجريد. هذا غير محبط لانه بيعمل ديستورشن بالفولتج، بيغير الفولتج. اوكي؟ له اثر على الفولتج. فالافضل اني احطه، هلا انت لو بدك تفكر كانك عم تعمل نوع من الباور فاكتور. اوكي؟ بدل ما اخذ بدل هذا هون بحسن الهاي وبظبط الكرنس اللي جاي ما بعمل ديستورشن، بس بهاي اللغه احنا بنقول اطفيها. اوكي في اسئله اخرى؟